السي محمد المديح المحتفل به اليوم في حي سيدي البرنوسي اللي هو الاصل ديالو، فين تربى فين قرا فين هذا. السي محمد اول حاجه بعدا يعني احساس جميل جدا في هذه الحفله. فعلا خويا في مسقط الراس ديالي، وفين فين ترعرعت وفين كبرت وفين تعلمت كثير من الحوايج، بادره طيبه وانا جد مسرور ومفتخر بها. انت السي محمد لعبتي في فئه الصغرى ديال رشيد البرنوسي ومشيتي لدفاعين السماء، من بعد مشيتي للرجاء المنتخب الوطني، ولكن رغم انك لعبتي في دفاعين السماء بقى داك الارتباط ديالك انت والبارانيصه، يعني ارتباط قوي الى يومنا هذا. الحمد لله، هذه هي الميزه في ابناء البارانيصه، دائما كاين بيناتهم واحد الترابط كثير، كاين بيناتهم ترابط كثير بحيث انهم ديما كيحافظوا على الصداقات ديالهم وكطوال الصداقات ديالهم. الا شفتي اليوم ان شاء الله ما شاء الله كاين اللي كبر مني بزاف وكاين اللي صغر مني بزاف، فهذه بادر هذه قضيه ممتازه. هذه السي محمد انت كنت واحد يعني واحد 14 سنه تقريبا في قطر، واش هذا الرجوع ديالك واش يعني واش النهايه ديال العقد؟ غير تفسر لنا كيفاش جا هذا الرجوع ديالك للمغرب؟ الحمد لله، انا اليوم وصلت 61 سنه وازيد من ذلك، فهذه فوق ال 61 فوق ال 60 سنه كانت سنوات استثنائيه في قطر، في دوله قطر، لانهم ما كيقبلوش ان الواحد يتجاوز 60 سنه بالنسبه للمقيمين ويكمل في الشغل ديالو، وكانت هذه الظروف ديال كاس العالم هي اللي خلاتهم انهم ما يجدوش ليا سنه ثالثه فوق السن 60. الحمد لله انت ركبتي تجربه كبيره في التكوين، اضافه الى انك مدرب قبل ما تمشي لقطر، يعني الخبره ديالك انت واضعه راه الاشاره دابا ديال المغرب، ديال المنتخب، ديال المنتخبات السنيه المهم، على راه الاشاره ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. اللي كنعرف انا من خلال تجربتي في كره القدم ان كره القدم اليوم لها مكان لكل من له الكفاءه، فكنظن على ان تجربتي اللي راكمت سواء هنا في الفريق الرجاء الام اللي كان ليه الفضل عليا كثير في تكويني، وبعد في قطر لاني وصلنا حتى الشهاده العليا هي شهاده الكاف برو الاي اف سي برو، فكنظن انا راه الاشاره، وان شاء الله محتاجين حنايا في المغرب، لان المغرب كبير وعندنا 40 مليون ديال البشر، محتاجين اننا نشتغلوا ونرتقيوا بالمستوى ديالنا الكروي. ف سي محمد انت خدمتي اللي عارف انا خدمتي في الفئات السنيه، واش ممكن تعطينا شي لاعب ولا جوج ولا ثلاثه اللي وصلوا للمنتخب القطري؟ كاين دابا اثنين من اللاعبين اللي كيلعبوا كينتميوا للنادي العربي وكيلعبوا في الفريق الاول، الفريق الاول وكيلعبوا حتى في المنتخب. كاين واحد اسمه عبد السلام جابر، وكاين واحد اسمه عبد الله السليطي، والبقيه في نادي الدحيل كاين دابا اللي من مواليد 2005 وكيكونوا محاضرين مع الفريق الاول ديال نادي الدحيل. ما تعطينا واحد القليل دابا، حنا المهم المغاربه عرفوا بانك شتي، واش كانت شي عروض، كان شي اتصال من شي انديه مغربيه؟ لا لحد الان ما كاين حتى شي اتصال وما كاين حتى شي عرض، ونتمنى ان شاء الله في القريب القادم ان شاء الله يكونوا كره ان شاء الله. سام لطيف العسري، احنا في حفل ديال التكريم ديال اللاعب الدولي هو البرنوسي محمد المديح، ملي كتسمع محمد المديح شنو كيصبر الذهن ديالك؟ اولا سي محمد المديح مفخره ديال سيد البرنوسي، شرف الحي ديالنا يعني في نطاق كرة القدم، راه لعب في الرجاء وواحد الوقت كان العميد ديال الرجاء وحببنا في الرجاء، بزاف ديال الناس ولاد البرنوسي كيمشيو كيتبعوا الرجاء لان كان مديح كيلعب في الرجاء والسمعه ديالو سابقه، وانا بالنسبه لي صديق العائله ديالنا، واحد الانسان واحد الخلق يعني قل مثيله، واحد الانسان كيف شتي دابا كيف شتي هذه 40 عام كي شناه اليوم كيف هذه 40 عام، انسان مخلق، انسان مؤدب، انسان طيب،
انا بعدا عندي معاه واحد لي سوفينير، دوز معايا واحد 20 يوم فرنسا عمرنا ما نسيتها. فيما كنتلاقاه كنرجعوا ديك الذكريات اللي دوز سنوية فرنسا. اش غادي نقول لك، انا سعيد اليوم بالحضور ديالنا، وهذا اضعف الايمان نقدروا نجيو نشجعوا الاخونا مديح، ونتمناو ليه رجوع للمغرب كبير وما يكون غير الخير ان شاء الله. وراه انسان طيب ويعني مجتهد وما نخافش عليه في المستقبل ديالو. سي مصعب الشاهين، انت لاعب سابق رشيد البرنوسي، ولكن اللي مهم اللي خصنا نديرو في هذا الحفل على شرف محمد مديح، ان انت اول مديح ولد الدرب، ولا عارف انت من الناس يعني اللي شرفوا على يعني ماشي نقول باش يتعلم كره، ولكن كنتي محتضنو كولد الدرب صغر منك، وهو الان باقي مازال تيشد بهذه القضيه يعني. بالنسبه لي انا مديح، انا اعتبره لا اقول صديق ولا اقول جار، انما اعتبره ابن، لان اعترافاته تكفي انه ما نساش ايام مات، كنسميوها الايام الحلوه، في الوقت اللي كنا كنطلعوا للسطاح نعلمو كيفاش يضرب كره، ديتو معايا الورزازات اللي كتخدم في ورزازات، ولعب مع اولمبيك ورزازات، ولعبت معاه في الغريب هو انني لعبت معاه في الدفاع عين السبع، وهو كيلعب كظاهر اوسط وانا في وسط الميدان، ولعب معايا في الوقت اللي غادي يمشي فيه للرجاء البيضاوي. ومديح ما غاديش انا نقول لكم عليه، فهو قادر باش انه يقول شاهين ماذا يعتبر بالنسبة إليه. يكفي على أنه في ذاك الوقت اللي مشى فيه للرجاء اعترف، قال لهم أن كاينين جوج الناس أنا اللي عندهم اللي ليهم الفضل، كاين العربي كورة وكاين شاهين بشعيب. هذه بقى عندي أنا كأرشيف. ومديح ولدي بهذه الصفه هذه ولدي، ونتمنى ليه شنو نتمنى ليه. انا غادي نهضر بحال الاب العادي، فالله يرضي عليه، الله يكمل عليه يا ربي، على انك تعطيه الصحه والسلامه ديالو، وتبارك لي في وليداته، وتبارك لي في ميمته الحاجه فاطمه، وفي خوته اللي حتى هو سهر خاد ربما خاد تجربة وبقى جامعهم توفى. وهذا شيء اللي هو جميل وجميل جدا، ونتمنى لي أنا من الله سبحانه وتعالى. هاد اللي زوين هو أن هاد الناس هاد المجمع هذا، لأنه من قليل باش انه كيدير باش انه يتجمعوا ولاد عين السبع، وتجمعوا ولاد البرنوصي، وتجمعوا جميع الاصدقاء ديالو باش انهم يحييوا الحضور ديالو والرجوع ديالو من قطر للمغرب. واتمنى اتمنى اتمنى ان تستفيد منه الجامعه الملكيه لكره القدم. هذا هو الاساس، هو ان لانه راه ماشي ليس انسان عادي في المجال ديال كره القدم. معايا الاخوين محمد وبوميد فنقر اللي لعبوا في رشيد البرنوسي على فترات متفرقه. احنا اليوم في هذه الحفله على شرف محمد مديح اللي رجع من قطر، هو ابن البرنوسي. سي محمد اش بغيت تقول على هذا؟ هو ما يمكن نقول الا رحنا هذا احتفال خاص بمناسبه رجوع الاستاذ، واستاذ واطار في نفس الوقت، استاذ للتربية البدنية وإطار في التدريب، وولد البرنوسي ديالنا، وما عندنا ما نقولوا إلا من خلال هذا الاحتفال ديالنا راه هو تعبير وتجسيد لما قام به الأستاذ مديح خارج أرض الوطن وحتى داخل أرض الوطن، ملي كان حتى لعب
كان لاعب، راه كان لاعب اللي هو معطى، اللي كان عاطي كيعطي في الفرقه، وبعد خرج حتى هو راه راه بين واحد الجداره، واحد الاستحقاق في التدريب ديالو، في الاخلاق ديالو، في التدريب ديالو، وكان بمثابه سفير للبرنوصي في قطر. سي بوعبيد، انت هو رئيس جمعيه قدماء رشد البرنوصي، كيفاش يعني كتشوف هذه الاجواء هذه الحميميه؟ هذه الاجواء هذه تثلج الصدر بما قاموا به الاخوان من اجتهادات تضحيات باش نلتقيوا بالاخ مديح ونرحبوا به مع الاخوان ديالو، هو راه اخ ديالنا وصديق ديالنا، وراه الاخوان تيعرفوه اللي درسوا معاه وكل شيء. الحمد لله، راه الدراري تاع البرنوصي راه كلهم خوت، ما كاينش فرق لا بين هذا ولا بين هذا، المهم حنا راحنا خوت. وكنشكروا كاع جميع الفعاليات اللي شاركت هذا الحفل هذا، وكنشكروا الاخ شروق على الاستضافه ديالو وحسن التسيير ديالو لهذه الجلسه هذه، والاخوان كلهم مشكورين والله يكمل بخير. كاين واحد القضيه ان مديح ما لعبش ولد البرنوصي، ولكن ما لعبش في الراجل البرنوصي، ولكن بقى ذاك الارتباط بالحي. هو في الحقيقه هو ما لعبش في البرنوصي، ولكن لعب في الفئات الصغرى، ولكن من لعب الفئات الصغرى انتقل مشى العين السبع، وخا مشى العين السبع ولكن كان عنده الحنين لمن الحنين البرنوصي، لانه هو البرنوصي. وثانيا رغم انه هو يلعب مع فريق العين السبع، راه كانت عندنا كانوا عنده صله تواصل ما بيننا وبينه. احنا راه واخا كنا لعابك في سميتو تمشوا نتفرجوا فيه وتنشجعوه، لانه تنعتبروه بانه راه ممثل ديال البرنوصي في فرقه اخرى عين السبع. وحتى من اللي مشى حتى للرجاء، من مشى للرجاء راه حنا البرنوصي كامل تهز كيمشي كيرش كيمشي كيشجعوا تما. علاش تيشجعوا كلاعب ممثل لسيد البرنوصي، ماشي ممثل شي فريق من الفروق. إذا هنا هذه هي النقطة، الإيجابية اللي عندنا حنايا في الجمعية ديالنا، أبناء البرنوصي يحتفلون بابن البرنوصي. سي مصطفى عقيلي، ثم من الفعاليات المعروفة في حي سيدي البرنوصي، اليوم كاين احتفال واحد الرياضي، واحد الإطار لولد البرنوصي واللي رجع من الخليج العربي بعد واحد التجربه يعني ديال 14 سنه. كيفاش كتشوفوا اليوم هذا الحفل اللي جمع قدماء ديال البرنوصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنحيي هذه المبادره ديال الاخوان اللي داروه اليوم. حنا جينا كاملين فعاليات ديال البرنوصي، منتخبين، رياضيين بطبيعه الحال، اوتور، كفاءات، كل شيء ولاد البرنوصي، باش نحاولوا ما يمكن ندير واحد الوقفه ديال التقدير والاحترام والاشاده والاعتراف لواحد الراجل اللي كبر معنا. وبطبيعه الحال ملي كنقولوا الحاج محمد مديح، فبطبيعه الحال كنذكروا احد ابناء البرنوصي الابرار، واحد السفير ديال البرنوصي اللي بطبيعه الحال شرفنا على المستوى الرياضي، وبطبيعة الحال كان سفير ديالنا في قطر وفي واحد المجموعة ديال البلايص اللي مشى ليها. ونعمة الرجل يتمتع بأخلاق عالية، سلوك حميد، إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه القبول، يعني تشوفوا دير هذا، أعطاه الصدق في القول، أعطاه الإخلاص في العمل، أعطاه واحد مجموعة ديال الميزات اللي كيمتاز بها بطبيعة الحال، واللي احنا كنعتبروه قدوة ديالنا، رغم أنه كبر معانا بطبيعة الحال، إلا أنه كان ناضج من الصغر ديالو، وداك الشيء. أنا عايشته كولد درب، عايشته بطبيعة الحال كرياضي، عايشته بطبيعة الحال كرفيق في الدراسة، عايشته على المستوى المهني لأنه هو أيضا رجل تعليم. أنا عرفت بأن السي محمد مديح رياضي مخضرم،
ورياضي بطبيعة الحال كامل الأوصاف، لأنه بالنسبة لي ماشي مارس كرة القدم، راه كان نجم من نجوم ديال كرة اليد، وهذا الشيء عشته بطبيعة الحال. أنا بالنسبة لي في المختار السوسي، لأنه كان في الفريق ديال الثانوية، وكان يبلي البلاء الحسن، وكان بطبيعة الحال كيمثل الليسي ديالنا أحسن تمثيل. وبطبيعة الحال في فريق الدفاعين سبع كان متميز، فريق الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال بصمة، في المنتخب المغربي كان لامع بشكل كبير. بطبيعة الحال تحول إلى إطار وإلى مدرب وإلى مكون بالنسبة للأجيال. بطبيعة الحال اليوم كنجيو باش كنحاولوا ما أمكن نعبروا ليه على المحبة ديالنا ليه، كنعبروا ليه على التقدير ديالنا ليه، كنحاولوا ما أمكن نشكروه على أساس أنه شرفنا ومثلنا أحسن تمثيل، وكنحاولوا ما أمكن أنه نحتضنوه بيناتنا من جديد، لأنه كان فارقنا واحد المدة. ونتمناو على الله بطبيعة الحال على التجربة اللي راكم في المسار ديالو بطبيعة الحال، حاول ما أمكن أنه يستفد منها البرنوسي، واستفد منها الناس ديال البرنوسي، واستفد منها الرياضة في البرنوسي بطبيعة الحال، اللي كانت دائما بطبيعة الحال عطات أطور، عطات كفاءات، عطات لاعبين، عطات بطبيعة الحال مواهب كبيرة للعبات على المستوى عالي بطبيعة الحال في فرق كبيرة. ونذكروا هنا بالمناسبة بطبيعة الحال السفري، يوسف السفري اللي عميد ديال الفريق الوطني المغربي، هذا بطبيعة الحال اللي كيمثل نموذج ديال واحد المجموعة ديال الأجيال اللي بطبيعة الحال بلات البلاء الحسن على المستوى الرياضي. أنا سعيد جدا على أساس أنه نكون عضو حاضر بطبيعة الحال في هذا الحفل البهيش، وسعادتي زادت لأنه بطبيعة الحال التقيت واحد مجموعة ديال ولاد البرنوسي القدامى اللي ربطتنا بهم علاقة حميمة، وبطبيعة الحال حنا بالنسبة لنا اطمأنينا عليهم، اطمأنينا على الصحة ديالهم، وبطبيعة الحال تبادلنا واحد الذكريات جميلة اللي عشناها حنا مجموعين. إذا هذا لقاء في مستوى عالي، كنشكروا الناس بطبيعة الحال اللي هيئوا لي الظروف ديال النجاح، وشكرا.